شو نقول لك؟ يعني كانت كان فيها تلحين، وكان شوفي كان الناس كانوا مفتشين، يقول لي خالد اوكي نعاودوا نزيدوا الكلام من هون. في دقيقة واحد كان يقلب التليفون، الو استاذي، تك 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 تك. يعني بعض الاحيان كان شي اغاني اللي نقعدوا 6 شهور يعني سنة في التسجيل، وبعض الاغاني يعني هذه الاغنية كملتها عملناها في يوم واحد. انا يعني كلنا كنا مبسوطين في يوم واحد، وكلنا في استوديو يعني كنا يعني وجمعتنا كلنا. انا كي مشيت وشفت هذا الجماعه، كي مشيت ودخلت الاستوديو حسيت روحي راني مع عائلتي، حسيت روحي في داري. وانا انسان معزوم يعني شويه بتي بو جيري، قعدت ندردش مع الملحنين وفن كلهم فنان مبسوطين الحق. يعني كانت يعني بالنسبه لي وتعبان وذاك الشيء، يعني الملائكه ورب سبحانه وتعالى يعطيك ديك القوه كي يكون واحد حاط قلبه يعني، ويكون واحد يعني عارف مشروعه، عارف حلمه.